موهبة سورية قل مثيلها، جوهرة نادرة لا يخفت بريقها، تعرفونها جيداً، الموهبة إبراهيم العالمي. واختصار اسمه EA1 تيمناً بأساطير اللعبة: CR7 كريستيانو رونالدو، KB9 كريم بنزيما. في حدا عم يحاول يحط العجلة بالدولة. أما صفاته فحدث ولا حرج، فهو حارس العرين وأسد الحراسة، كاسياس سوريا وأوليفر كان العرب، زامورا الدوري السوري والبوكس الذهبي والثقب الأسود والغربال الذي لا يعيبه ثقب. أنت نسر على فهد على أسد على نمر على دعس كفيل يا إبراهيم. كثيرة هي صفاته وقليلة كلماته، فأفعاله في الميدان هي الفيصل. حتى قال قائل: لن يهزم منتخب حارسه العالمي. فخرج من تصفيات كأس العالم 2022، كما خرج من بطولة آسيا 2019 وتصفيات 2018. ليك طلع في الاحتراف عدة أوجه. كثيرة هي مناقبه: لاعب محترف، خامة استثنائية، متعدد المواهب. مدير عام كلام كبير، مدير عام كلام كبير، بل أكثر من زلم. هلا بشرفك واحد بيشرب كاس متي نسكافيه. مشروبه المفضل هو المتي، وبالرقص أفضل من غادة بشور. أما بالعتابة والمواويل فحدث ولا حرج، فقد سبق علي الديك بأشواط. ولك البرشة اليوم أكل قتلية، من مدريد لبطولة الدوري رايحين الشباب يا ولو. هذه المواهب دفعت كبار الأندية للتعاقد معه، كأستوريا فيينا النادي النمساوي العريض الذي لم يكن له علم بالصفقة، والقادسية السعودي الذي فسخ عقده قبل أن يبدأ. قاتل أطفال. عم يقولوا أنه لا تدخل الموضوع السياسي بالرياضة، موضوع علم ما هو سياسي. وقبل كل ما ذكر، الكابتن عالمي نجم حساس ومهذب، يعرف أن اللعب مهارة يصنع أهدافاً وإثارة بالتدريب المتواصل. حسن الخلق مع الخصم فهدفه أسمى، فصار النجم المحبوب للخصم قبل الصديق. أحيى عزيزي. أحيى عزيزي. أحيى عزيزي. أحيى عزيزي.